السلام عليكم خوتي خواتاتي، اليوم جيت نشارك معكم واحد التحليه غلاسي او لا تارت غلاسي. غنبدا معكم في الطريقه وفي نفس الوقت المقادير. المرحله الاولى عندي وجدت انا كريم باتيسيير، تقدروا تصوبوا على الطريقه العاديه يعني بالبيض والنشا وشنو اخر، البيض والنشا والسكر، اولا الطريقه السهله. انا درت غير الباكيه، خديت منها 70 غرام في نص لتر الحليب في 100 غرام ديال السكر. انا ما غادرتش 100 سكر، درت قل نسبه قليله، درت غير نص الكميه 50 غرام حيت غنخلطها مع حاجه اخرى. اول حاجه وخليتها تبردات، صوبتها عقادت وحطيتها في الثلاجه حتى بردات. ها انتم كيف ما كتشوفوا، ودابا غندربها. شفتوها كيف دايره حتى بردات مزيان باش تقدر نخدم بها. غندربها خوتي خواتاتي. ها الكريمه ديالتنا، مي طحنتها رجعتها كريمه، شفتوها كيفاش هي ما بقاتش، ها هي رجعتها. غنحتفظ بها، شوفوا كيف دايره، ما خاص يبقى حتى شي تكتل يبقى فيها. هنا عندي معلقه كبيره اولا تقريبا 30 غرام ديال العسل، غنضيف عليه الحليب مركز، هذا صنع منزلي. دابا بغيت 200، شفتوها هذا حليب مركز صوبه في الدار، 200 ماشي 200، 180 عندي تقريبا، عبرتو عندي 180. باش تكون عندي 200 درت لي معلقه اخرى ديال العسل باش تكون عندي باش نوازن الحلاوه. غنطلقو شويه، غنطلقها شويه بعدا. دابا غنضيف الكريمه، دايرها في الثلاجه، شوفوا كيف دايره، درتها في الكونخيلاو. غنهبطهم، غندير 400 مليلتر يعني جوج، كل وحده فيها 200. دابا وغنضرب الكل، نطلعو ونرجع لكم. خوتي خواتاتي ها نتوما الكريمه ديالتنا كيفاش ولات. دابا غنضيف ثلث ديال الكريمه، نحاول ندمجها معاها. دابا غنضيف هذا الخليط لهنا، ودابا غندرب الكل. ها هو القوام ديال الخليط ديالنا. غنضيفوا ليه واحد 80 غرام ديال اللوز ديال القرقع مهرمش باش غتجي ديك تهرميشه. وغنضيفوا ليه واحد 20 غرام ديال الفواكه المعسله، انا عندي هنا الليمون والحامض مخلط معسله. الا بغيتو الطريقه قولوها ليا ونحطها لكم. غنخلطو جانبا وغندوزو للمول ديالنا. غلفتو انا بالفيلم اليمونتير، خديت الكايطات ديال ماريا طحنتهم، 100 غرام ديال الكايطات مع 60 غرام ديال الزبده. هرمشتهم ماشي مطحونين، مطحونين هرمشتهم. غنضيف
وغنحاول نعمر الجناب هما الاولين، ما نعفسوش عليه بزاف باش ما يجيناش معاه. حنا بغينا غير باش تكون هذيك الطبقه باش من نحطوا الكلاص ما يبداش يسيح لينا، تكون واحد الطبقه اللي غتلقى غتلاقي عليه. كنتمنى الفكره تكون وصلتكم. صافي غنحاولوا نصبوا الكل، ولكن غنصبوا على معلقه باش ما يتهش لينا. وغندخلوه المجمد. قال هي 7 سوايع، انا غنخليه الليله كامله حتى للصباح ونتلاقى معكم. خوتي خواتاتي دابا غنجيو الكلاصاج. طريقه التحضير عندنا 100 غرام ديال سنيده ديال السكر حبيبات، في 50 غرام ديال الماء، في 40 غرام ديال العسل اولا جليكوز. انا ما عنديش جليكوز، درت العسل. غنضيف كل شيء وغنهزو يغلي 5 دقائق. ملي غتهز الغليه نحسب لها 5 دقائق ونرجع لكم. في نفس الوقت شديت 6 غرام ديال الجليكوز ديال الجيلاتين اغار اغار، ودرت ليها 36 غرام ديال الماء وخليتها. ها هي على الاقل 10 دقائق نخليوها ترطب. بما نغلي هذا ونرجع لكم. احنا غليناه 5 دقائق. دابا غنضيف الكاكاو، 30 غرام ديال الكاكاو. غنضيفو 4 الساشيات هي 28، وغنزيد واحد 2 غرام هي 30. خاصنا نضيفو 30 غرام. غنحركو الجميع، هو ما غاديش يتخلط وما غاديش ينسجم، ولكن غنحاولو معاه ماشي مشكل. غنضيف هديك 2 غرام تقريبا ديال الكولاكاو ديال الكاكاو. خوتي خواتاتي تنعتذر منكم تقطع لي الفيديو. انا درت اغار اغار الجيلاتين ضفتو درتو بالمعلقه هذه، نحسو بالجيلاتين داب وتجانس مع الخليط. وغنضيفو الكريمه سائله دافيه، غنخلطو الكل. الخليط كامل وغنديرو في الميكسور يطحن مزيان. ها هو الخليط ديالنا من بعد ما تجانس. دابا غنصفيه وغندخل من الثلاجه. اخواتاتي ها الكلاصاج جبتو من الثلاجه، خليته ليله كامله. دابا غنطلقو. درت الماء سخون غالي بحال باماغي، ودابا غنخليه حتى يطلق. غنبقى معاه حتى يطلق بشويه بشويه، يطلق لينا ونجبد الطارطه ديالي من الكونخيلا من الكونجيلاتور ونتلاقى معاكم. خوتي خواتاتي انا حيدتها، البلاستيك اللي كان هو اللي عاوني غير حيدتها. راكم عارفين شفتوا الطريقه اللي درتها، دغيا هودتها هذا وغنحتفظ فيه باش الى شاط ليا الكلاصاج ندير به.
غنمشي من الوسط ونحاول نهود باش ما يبقاش عندي كتير في الجناب في الوسط. الكلاصاج تبارك الله ميغوار، كلاصاج ميغوار، تبعوا الطريقه غينجح معاكم. خوتي خواتاتي، ها الطارطه ديالتنا طارت كلاصي، درتها من الجناب، درت لها اللوز مقلي ومهرمش هو والكركاع، درت الغوفلي ديالو، ها هما زوقتها بالشوكولا فيرميسيل، ما بغيتش نعمرها اكثر، اصلا غير الكلاصاج راه كافي. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله والى الملتقى.